موظفو هيئة أوجيرو إلى العمل در بعدما وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في الهيئة. أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو رفع الإضراب ودعا الموظفين إلى معالجة الأعطال والشكاوى التي تراكمت أثناء فترة التوقف عن العمل. أمين سر موظفين هيئة أوجيرو عبد الله إسماعيل شرح للأن بي أن تفاصيل العودة. اللي تحقق هو حقوقنا مش مطالبنا، هيدي حقوق صادرة بمراسيم عن الحكومة الحالية. مشكورين أكيد كل من ساهم، من فخامة رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لدولة رئيس مجلس النواب اللي كان جندي المجهول. يعني نحن عم نحصل كنا على مساعدة الاجتماعية اللي هي عبارة عن نص شهر فقط لا غير. هلأ بناء على هول المراسيم يعني بدل النقل بيتغير مرسوم غلاء المعيشة، والمساعدة الاجتماعية بدل النص شهر راح تصير شهر. يعني خسارة الإضراب اليوم على خزينة الدولة اللبنانية هي 7 مليون دولار تقريبا. بعد توقيع المراسيم الموظفون عادوا بنية حسنة وطاقة إيجابية للرد على شكاوى المواطنين على 15-15 وعودة العمل في هذا القطاع الحيوي إلى طبيعته. نحن رجعنا على أوجيرو بناء على القرارات المستحقة اللي كانت عم نطالب فيها، وبناء على الإيجابية اللي لقيناها من الحكومة ومن النقابة ومن الإدارة كمان. أكيد نحن هدفنا ما نوقف الشغل القطاع العام ولا 1%. كل حقوقنا راح على صوب التنفيذ، وإن شاء الله يعني نتحقق من مطالب نحن منعطي، وإن شاء الله نقدر ناخد مثل ما نقدر عم نعطي. المواطنون بدأوا بقصد الهيئة لتخليص معاملتهم متفهمين أحقية المطالب. ضلينا نروح ونيجي كذا مرة، حتى الابليكيشن يعني كان شوي صعب، ما عم نقدر نستفيد من الابليكيشن وبعد ما تطورت مزبوط، وإن شاء الله خير، إن شاء الله يكونوا عطيونا حقوقهم ونقدر نرجع لكرمال الانترنت ضل ماشي عليه اللي بالبلد. فعلى مدى أكثر من أسبوعين امتنع موظفو الهيئة عن القيام بأي أعمال من شأنها تأمين انتظام توزيع الاتصالات والإنترنت. فهل ستتحسن خدمة الاتصالات والإنترنت مع تنفيذ أعمال الصيانة في ظل نقص المازوت؟ لأن أوجيرو تعاني من نقص التمويل بالدولار النقدي لشراء المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء التي تغذي سنترالاتها، في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء التي تؤمنها معامل مؤسسات كهرباء لبنان. عادوا والعود أحمدوا موظفو هيئة أوجيرو إلى مكاتبهم در بعد أن حصلوا على حقوقهم على أمل حلحلة باقي القطاعات. من هيئة أوجيرو لارا صالح، أن بي أن.